السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على البيم اكسكيوشن بلان، ازاي نعمل خطة لإدارة البيم بالمشروع، ودي بتبقى بين المالك واللي هيعمل الموديل وبين أطراف الموديل نفسه. يعني ممكن يكون الموديل معمول بكذا شركة، فلو كل شركة شغلت بالكود الداخلي بتاعها ممكن يكون كود عالمي، بس كل واحد فيهم بيشتغل بكود مختلف، فكأن واحد بيتكلم انجليزي واحد بيتكلم هندي واحد بيتكلم عربي، فمش فاهمين بعض. فعشان كده بنوحد الكلام، بنوحد طريقة الشغل. زي ما انت شايف هو 33 صفحة، ده رقم كويس يعني، لو كبير قوي ففي تفاصيل ممكن تخلي الناس ما تقراهوش، ولا صغير فيه تفاصيل ناقصة. فأول حاجة بنبدأها زي ما انت شايف في كذا سكشن. اول حاجه هنبدا بيها ان احنا نحدد الاختصارات نفسها او الكلام نفسه هيبقى مقصود بايه. يعني ممكن يكون في كلمه مثلا الاي اف سي، في ناس بتقول ايشو فور كونستراكشن، تمام، اللي هو الملفات دي هتخرج للشغل وللموقع للتنفيذ. في ناس ثانيه بتقول لك ده الاختصار بتاع التبادل المعلومات بين السوفت وير بتاعت البيم، يعني عشان الاركيكا دي فهم الريفت بيصدر الملف دوت بين البرامج. فهنا في الوثيقه دي انا مستخدم الاختصار ده لان واحده فيهم. ممكن مثلا في كلمه مش مفهومه مثلا زي لايف سايكل مانجمنت، فنبدا نحدد ايه المقصود بالكلمه ديت. بعد كده نبدا ندخل في سيكشن بعد كده اللي هو معلومات عن المشروع، اسم المالك، اسم المشروع، اسم المنطقة اللي هيبقى موجود فيها المشروع دوت، نوع العقد، المشروع ده وصفه ايه، 20 دور، 30 دور، هيبقى سكني. بعد كده مثلا هنقول رقم المشروع عند كل شخص من الاشخاص، ايه البروجكت سكوب ديفينيشن، هنعتمد على كود مثلا ايه اي 202 تبع الكود الامريكي. هنبدا نقول مثلا ان كل مرحله من مراحل المشروع هتقعد قد ايه. يعني مثلا احنا هنبدا نخطط المشروع لمده شهرين، وبعد كده من شهر يناير 2018 لمثلا مارس 2018، بعد كده ندخل في المرحله اللي بعديها، مرحله التصميم، بعد كده مرحله الانشاء، وبعد كده مرحله غرق المشروع، وبعد كده مرحله اداره المشروع. كل واحده من دول بنبدا نحدد الفتره بتاعتها، وبعد كده بنحدد كل واحد مسؤول عن ايه في المشروع، سواء داخل الناس المسؤولة عن الموديل او بره الموديل. هنقول مثلا البروجكت مانجر هيبقى مين، وتليفونه وايميله واسمه والشركة اللي هو جاي منها، البيم كوردينيتور اللي مسؤول عن المعماري، المسؤول عن الانشائي، كل دول بيبقوا موجودين بحيث نعرف ايه الحاجة اللي احنا هنتصل لو حصل مشكلة. وبعد كده بنشوف بقى الاهداف اللي احنا عايزين نحققها، هل احنا عايزين نعمل مثلا كوردينيشن، ولا عايزين ال او دي 100 ولا 200 ولا 300، ولا عايزين نعمل سستينابيلتي، وايه الاستخدامات بتاعت الموديل في كل مرحلة من المراحل، ممكن تكون مختلفة. ممكن في المشروع دوت محتاجين انرجي اناليسيز ولايت اناليسيز، في المشروع التاني مش محتاجين الاثنين، في مشروع تالت محتاجين حاجة معينة. طبعا في حاجات اساسية ما ينفعش ان احنا ما نتكلمش فيها، زي ان يبقى في موديل سياسة الابعاد، والا مش يبقى في بيم. هل في مباني موجودة فعلا ولا كل المباني لسه هتعمل؟ طيب في كل موديل من المعماري والانشاء والكهروميكانيكال ايه العناصر الاساسية لازم تكون موجودة؟ يعني مثلا لازم تعمل لي الحوايط مثلا، ولازم تعمل لي الفرنتشر، ولازم الاجزاء بتاعت الفيكتشر بلانك فيكتشر تبقى موجودة، ولازم الحاجات دي تكون مطابقة للبي او ام اي ستاندرد. طب الاستراكشر هيكون موجود فيه مثلا التسليح مثلا على سبيل المثال ولا لا، البلامنج والمية والحاجات دي كلها، لازم يكون مثلا في فاير فايتنج، في ميكانيكال داكت وورك. بنبدأ نحدد ايه العناصر الاساسية في كل موديل عشان ايه لما اجي استلم ما نختلفش، نقول لا ده دي مش متفقين عليها، دي متفقين عليها، لا ده انا عايز سبورتات للكهروميكانيكال. فلازم الحاجات دي تكون واضحة عشان ايه ما نختلفش عليها بعد كده. بنبدأ نشوف بقى وصف لكل مرحلة من المراحل، ايه اللي هيتم فيها، ايه ال او دي اللي هيسلم في كل واحدة فيهم، ايه البرامج اللي هنشتغل بيها. بنبدأ نحدد هل هنشتغل بقى سوفت وير اللي هيناسبنا في عمل الموديل، في عمل الكوردينيشن، في عمل الريفيو، في عمل 4D، في عمل 5D، هل احنا محتاجين 5D ولا مش محتاجين،
كل الحاجات دي لازم تكون واضحة قبل ما نبدأ نشتغل على أساس ما نختلفش بعد كده. هنبدأ نشوف مثلا هنعمل ميتنج كل قد ايه، والميتنج ده خاص بايه. ممكن مثلا ميتنج العمل دفعة للشغل، لاستلام الشغل، للمراجعة. هنبدأ نحدد الميتنج اللي هيبقى موجود، وايه السوفت وير اللي هنشتغل بيه، ايه الملفات اللي هنبدأ نقشها، ايه الملفات اللي هتسلمها لي في كل مرة. بنحدد طريقة تسمية الملفات. ممكن مثلا نقول ان كل ملف هيتقسم لخمس اجزاء، وكل جزء بينهم مثلا شرطة. اول حاجة مثلا اسم المشروع اختصار 3 حروف مثلا، وبعد كده رقم المشروع مثلا، ده على سبيل المثال، وبعد كده نوع الملفات، وبعد كده مثلا ترتيب سيكونس 0102 0103. ده مثال مثلا. او احنا هنشتغل بكود مثلا الكود الامريكي والكود البريطاني في موضوع التسميه، وخلاص مش هنبدا نشرح في التفصيل لان خلاص احنا معتمدين على الكود دوت. فانا مثلا اقسمها لوكيشن، وبعد كده سب لوكيشن، وبعد كده بروجكت نمبر، وبعد كده سكريبشن، وبعد كده دوكمنت ريفيجن، وبعد كده التاريخ ديت. دي كويسه مفيش مشكله خالص. ممكن تكون في مشروع مثلا في عندك كذا بيلدينج، فكل بيلدينج فيهم هيبقى ليه رقم مختلف، فزود خانه جديده. يعني حسب المشروع بنبدا نحدد طريقه التسميه هتبقى موجوده ازاي. ده على سبيل المثال. المهم ان انا اول ما اشوف الملف دوت افهم ايه هو ده، مثلا رقمه، ده اسم المشروع، ده خاص بالفاير بروتكشن. ممكن نتفق على اختصارات، اف بي مثلا هيبقى فاير بروتكشن، الاتش في مثلا هيبقى اتش فاك. الاختصارات اللي احنا هنتفق عليها خلاص هي اللي هنشتغل بيها. بعد كده بنحدد ازاي هنعمل الكواليتي كنترول تشيك، ازاي هنفحص اذا كان في مشاكل ولا لا، ايه البرامج اللي هنستخدمها، هيبقى كل قد ايه. ايه مقدار الخطأ المسموح بيه، ايه البرامج اللي هنستخدمها، الفيرجن، بحيث ممكن تكون زي ما انتوا عارفين في برامج ما بينفعش تشتغل بيها على اصدار اقل من اللي انت اشتغلت عليه. يعني لو اشتغلت على 2015 ما ينفعش تشتغل على 2014، فلازم نوحد الشغل بدل ما احنا شغالين نفاجئ ان في حد شغال بإصدار اعلى من عندنا، فاحنا مش عارفين ناخد منه الملفات ونضطر كلنا نعمل ابديت، والابديت ساعات بيعمل مشاكل. ايه الامكانيات اللي المفروض تتوفر في الاجهزه والهاردوير بتاعتنا. التسليمات هتسلم بيانات الداتا، يعني ممكن تقول لي احنا هنسلم الحاجات بي دي اف او ار في تي، او هتسلم لي الاثنين، او هتسلم لي دي دبليو جي، او انا عايز لازم الملف الاصلي تسلمه لي، او انا هديك الملف الاصلي وانت بقى اعمل اكسبورت زي ما انت عايز. ممكن الافضل ان اللي عمل الموديل هو اللي يصدر الحاجات دي كلها، لان هو مسؤول قدر مثلا التاني هو اعدادات التصدير عنده مش مظبوطه فحصل مشكله فنقعد نعمل مشاكل، لا فهو اللي عمل الموديل هو اللي صدره ال او دي. بنحط بقى المعلومات الخاصة باللايف سايكل بيم اللي احنا لتشغيل البيم هيبقى عامل ازاي. هنا كل سيستم من الموجود ايه المعلومات اللي انت محتاجها لازم تضيفها في قلب المشروع. الارتكشر مثلا هيبقى الروف سيستم بتاعه عبارة عن ايه، ايه المعلومات اللي انت لازم تدخلها. الالكتريكال بحدد مثلا لو احنا هنعمل ملفات او لوحة بنجمع فيها الشغل كله عشان نعمل كوردينيشن او نعمل كومبوزيت، الالوان لكل سيستم فيهم، بحيث خلاص يبقى احنا موحدين الشغل. مثلا ان الهوت ووتر مثلا هيبقى ريد، الكولد ووتر مثلا هياخد لون بلو مثلا على سبيل المثال. فنبدا نحدد الالوان بحيث يسهل علينا الشغل. ده بيسهل علينا الشغل لما نكون متفقين على طريقه الشغل والتسميات والكيفيه بتاعه الشغل، ودي هتبقى موجوده بحيث لو اختلفنا نرجع ليها. احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل كده، فده يقلل المشاكل والخلافات اللي ممكن تحصل بعد كده.